بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، معاكم المهندس أحمد السيد. هنتكلم على تجربة تعرف على أنواع الكابلات وموصلات السلك الموصلات الكهربائية. طبعا احنا الدايرة، أي دايرة كهربية من ضمن الأجزاء الأهم جزء فيها الأسلاك، أو أسلاك التوصيل اللي بتوصل الكومبوننت أو مكونات الدايرة دي. فأسلاك التوصيل دي حاجة مهمة جدا في الدايرة. فاحنا هنتعرض النهارده لايه هي انواع الكابلات التوصيل دي. كابلات التوصيل عموما بتتصنع من كابلات نحاسيه او كابلات الومنيوم، وبتبقى طبعا معزوله بماده بلاستيكيه او ماده مطاطيه. زي اللوحه اللي قدامنا ديت، فكره سريعه كده عن انواع الكابلات. ده موصل نحاس قطره مثلا من 1 ل 3 مللي، قطر السلك من 1 ل 3 مللي. النوع الثاني ده قطره برضو من 1 ل 6 مللي، وهكذا وهكذا. ده مثلا قطره اللي هو ثالث واحد دوت 10 مللي، ودوت 16 مللي. هتلاحظ كده بيتخن السلك، بيبقى تخين يعني 3 مللي، 6 مللي، 10 مللي، 16 مللي، وهكذا. ممكن بوصل في الملي، احنا قلنا ده بادئ من 3 مللي، ممكن نص مللي، ممكن شعر سلك شعر اقل من الملي ده 10 جزام. الجزام دوت يعني العشر فرعات الشعر. في طبعا زي ما احنا عارفين سلك مصمت، يعني سلكه واحده سواء 3 مللي او 5 مللي، وفي سلك بيبقى شعر. الشعر ده ممكن الكابل يبقى متكون من 10 شعرات، 10 شعريات، كل شعره من دول ممكن تبقى جزء من الملي، يعني 3 من 10 من الملي مثلا، 2 من 10 من الملي، وهكذا. هنشوفهم على الطبيعه دلوقتي عشان دول في اللوحه مقفوله قدامنا. هنشوفها دلوقتي على الطبيعه ايه انواع الكابلات، سواء كابلات شعر او كابلات مصمطه، مع الاستاذ رمسيس والاستاذ حامد. هنوريكم دلوقتي انواع الكابلات ديت وازاي اقيسها بالمايكروميتر. مايكروميتر ده يعني بيقيس بالمايكرو، مش بالملي بقى كمان، اللي هو الجزء من الملي. هنشوفها دلوقتي مع بعض. الميكروميتر من ضمن اجهزه القياس الكهربائيه. طبعا احنا عارفين ان الميكروميتر ده مقسم الى اجزاء. الوحدات القياس بتاعته مقسمه من نص دوزين كده، بصفر الجهاز كده، ببدا من الصفر. ده ينطبق على الصفر اللي هو الثابت، في جزء متحرك وجزء ثابت. الجزء المتحرك بيبدا من 1 من 10 من الملي، نص دوزين، 1 دوزين، 1.5، 2، 2.5، 3.5 دوزين، 4 دوزين، 4.5. اما الصفر الاولاني ده ينطبق على الصفر اللي قدامي على المؤشر، يبقى ده 5 دوزين. بمعنى ان انا لما اجي احسبها، الخمسة دوزين دول بيساوي نص ملي، يعني 5 من 10 من الملي، 5.5، 6، 6.5، 7، 7.5، 8، 8.5، 9، 9.5. الصفر الثاني وصل على المؤشر اللي هي 10 دوزين تساوي 1 ملي. طبعا بنبتدي نقيس بقى القطر اللي عندنا. دي شعرة من السلك، السلك اللي قدامي ده باخد منه شعرة واحدة. الشعرة دي ببتدي أحررها على الجهاز، زي ما انتم شايفين كده أهي، وابتدي أرجع بالميكروميتر تاني لأن القياس فاتح مسافة كبيرة كده. 3.5 دوزين، 3 دوزين بالظبط، 3 جزام يعني حوالي 3 من 10 ملي، 3 من 10 ملي. أيوة. تمام، 3 من 10. فكده 3 دوزين، القياس بتاعنا 3 دوزين كده. دي شعره واحده. لما احب اقيس السلك بقى بالكامل، لو احنا ماشيين من الصفر كده، نص، 1، 1.5 زي ما احنا ماشيين كده، 5، 5.5، 6، 6.5، 7.5، 8، 9.5، 10 دوزين اللي هي 1 ملي، 1.5 دوزين كده، 1.5 دوزين. لما الصفر الثاني ده يجي، الثالث،
تقريبا السلك ده 2 مللي 1.5. ماشي، اقفل بيه كده. ايوه كام بقى كده؟ 2 كده، 2 20 دوزيم، يعني 2 مللي 20 دوزيم اللي هي تعادل 2 مللي. تمام، يبقى قطر السلك اللي قدامي ده 2 مللي 20 دوزيم. طبعا حددته هنا بالميكروميتر، ودي اداه قياس دقيقه جدا، بنستخدمها كمان في قياس اقطار الاسلاك اللي هي السلك النحاس المعزول بالورنيش، اللي بنستخدمه في لف الالات الكهربائيه، الموتورات والمولدات الكهربائيه والبوبيناج، من خلال القياس اللي هو بنحدده على الميكروميتر. ممكن يا استاذ رمسيس نقيس برضو الكابل دوت، نشوف برضو كام ملي. بصفر الجهاز الاول، ان الصفر ده ينطبق على الصفر الثابت، متحرك على الثابت، وابتدي افتح الجهاز. نص دوزيم، 1 1.5، 2 2.5، 3 3.5، 4 4.5، 5 دوزيم اللي احنا اتفقنا هي دي تعادل نص ملي، 5.5، 6 6.5، 7 7.5، 8 8.5، 9 9.5، 10 دوزيم كده 1 ملي. ايوه، يعني عرف ابنائنا الطلبه زي ما قلنا دلوقتي ان ال 10 جزيم ملي، ال 10 لو 20 جزيم يبقى 2 ملي، وهكذا. تمام، اتفضل. كده 1 ملي، كده نص دوزيم تاني، 1 دوزيم، 1.5، 2 2.5، 3 3.5، 4 4.5، 5 دوزيم. واحنا عندنا 1 دوزيم هنا، عندنا 10 مللي، 10 دوزيم اللي بتعادل 1، يبقى كده 1.5. قيس كده يا باشمهندس. كده طبعا واضح ان ده اكبر من 1.5. اكبر من 1.5. هنفتح تاني، هنفتح كمان تاني. نص، 1 1.5، 2 2.5، 3 3.5، 4 4.5، ضفنا 5 دوزيم، يبقى كده 2 مللي اللي هي تعادل 20 دوزيم. تمام. ايوه يا باشمهندس. ايوه. بس يعني كده. تمام. وادي كام؟ كده 2 مللي. ايوه. كده ظهر عندي انا دلوقتي على الجزء الثابت الشرطة 2 3 4، 2 دوزيم كده 2 مللي، لا اسف 20 دوزيم، 20 دوزيم يتعادل 2 مللي. تمام، ماشي. برضه عشان ناخد اكبر عدد ممكن من الاقطار المختلفه، نقيس برضه القطر دوت ونشوفه هيديني قد ايه. ماشي، عشان يبقى اتعرف الطالب على كل انواع الكابلات. الكابلات بيبقى فيها كام طرف؟ اشكالها 3 دول اللي هم دول الار اس تي، وفي حته ثانيه هات يا بيه كذا نوع برضو كده. هنا حضرتك اول شرطه بتظهر كده عند الشرطه الاولانيه دي 5 دوزيم، في شرطه على الثابت. ايوه كده 5 دوزيم. اول شرطه يبقى انا 5 دوزيم. اول شرطه 5 دوزيم. ركز عليها. اول شرطه هنا بتظهر من على الجزء الثابت 5 دوزيم. بعدها 10 دوزيم المفروض تبقى عند الزيرو، الزيرو ده لما يجي على الشرطه الثانيه يبقى 10 دوزيم، الشرطه الثانيه ظهرت فوق اهي. كده يبقى 10 دوزيم. ده اختصارا للوقت بدل ما نرجع لنقطة الصفر تاني. ايوه. يعني الشرطة الواحدة على الجزء الثابت بتساوي 5 دوزيم. تمام. الشرطة الثانية يبقى 10. الشرطة الثالثة 15 دوزيم. الرابعة 20 دوزيم وهكذا. كده الشرطة الرابعة. الشرطة الرابعة ظهرت. كده الرابعة اهي داخلة عليها، رابع شرطة اهي. كده 20 دوزيم اللي هي تعادل 2 مللي. كده 2 مللي. طبعا احنا متوقعين ده ان يطلع مللي اكتر بكتير. طبعا. عشان كده هنفتح الميكروميتر اكتر شوية. هنفتح. 4 بالاكس النقطة. كده 5. تشرحها. 5 شرط. عندي شكل من الكابلات وبعض اشكال الكابلات. 6 شرط. الالوان دي مهمة جدا. يعني كده 6 شرط قدامي، 6 في 5 ب 30 دوزيم. 30 دوزيم دي يعني 3 مللي. تمام. وهكذا. دي 7 شرطة. تطلع 4 مللي. 7 يبقى 35. 8 8 شرطة يبقى 40 دوزيم. تقريبا دي 4 مللي. نقفل كده يا بيه. أيوه.
هتطلع ايه؟ 4 ولا 3.5 مللي؟ كده 1 5 5 25 5 في 6 30 3 مللي 30 بجيم يبقى 3 مللي. اه يبقى دي السلك ده 3 مللي. السلك ده 3 مللي ده النحاس مش بالعزل. اه بدون العزل. بدون العزل. العزل المطاطي او بدون العزل. 3 مللي صافي. نحاس صافي. والجزء يعني ده بيتباع في السوق بيطلق عليه 4 مللي عشان العزل. بالظبط. بيطلق عليه 4 مللي. بالظبط. تمام. كده حضرتك بص كده على الشرط دي. تمام. ادي 3 شرط اهو. 3 هنا و3 فوق و3 تحت يبقى 5 يبقى 3 مللي. تمام. طيب. ده بالنسبة للميكروميتر. وأجهزة القياس اللي قدامي إن أنا أجهزة قياس دقيقة جدا بنستخدمها زي ما قلت لحضراتكم في قياس السلك اللي هو المعزول بالورنيش اللي احنا بنستخدمه في لف الآلات الكهربية كمولدات وكمحركات. اتفضل. طبعا الأستاذ رمسيس شرح لكم إزاي بقيس بالمايكروميتر دوت. طبعا هو عشان بيقيس بالمايكرو يعني جزء من الملي اللي سميناه جزئين، كل 10 جزئين بيمثلوا لي 1 مللي. في حاجة اسمها بوكليس، جهاز بوكليس ده أحدث شوية عن الميكروميتر وبيقيس بدقة أكتر ومباشرة، في منه بوكليس مؤشر وفي منه بوكليس ديجيتال. وبيقيس البوكليس دوت بيقيس لي القطر على طول، قطر الملي، القطر الأسلاك مباشرة. إحنا دلوقتي الأستاذ حامد معانا هيعرفنا على جميع أنواع الكابلات، وممكن الكابل يبقى فيه 3 4 فرعات 5 فرعات، فيه ارث ارضي هيشرحها لنا بالظبط دلوقتي الاستاذ حامد. دلوقتي معانا نموذج من الكابلات في التوصيل اللي هو 3 فيز او يسموه 3 فيز يعني. يبقى الاطراف اللي قدامي عدها كده بالعدد بالظبط، الاقيها مثلا 5 اطراف. اطراف الالوان اللي قدامي ده اللون الازرق واللون الاصفر واللون الاحمر ده، او الاصفر والازرق والاحمر، دول الثلاثه فيز اللي هو الار اس تي. وهيبان لي ثاني طرفين، طرف اسود اللي هو النيوترال تعادل. طب ده بيعمل ايه؟ ده لما يكون انا عايز لو الطياره اللي عندي 380 وعايز 220 باخد طرف من الالوان الاصفر مع ده مع النيوترا ده، النيوترا ده يديني 220 او الازرق معاه والاحمر وهكذا. اما انا لو بوصل 3 فاز بس 380 فولت فرق البهد بين الاطراف دي باخد الثلاثه اللي موجودين دول. طبعا الارث طبعا بيبقى راكب في اجسام الالات او في جسم كل اله بتشتغل، لازم يكون الطرف ده اللي هو اللي باللون بواضح باللون الاخضر فاصفر ده بيبقى الارث. ده بيبقى راكب في جسم الاله عشان لو حصل ان الطيارات هتيجي اي حاجه قصر في الدايره فيبدا يحمي المستخدم لهذه الاله. فيبقى انا عندي الاطراف دي حددت الخمس اطراف اللي هي النيوترا اللي هو الاسود ده باللون الاسود، والاصفر والازرق والاحمر دول هما فيهم الار اس تي او الثلاثة فيز عشان كده يسموه كابل 3 فيز. والطرف ده اللي هو الارث اللي اتكلمنا عليه اللي هو بيبدا لي باللون ده. يبقى انا لو عايز من المصدر عايز جهد 220 من الكابل ده في نهايه الكابل اخد فرده من الالوان دي مع الاسود تديني 220 فولت. لو الفرق الجهد اللي هو في 3 فاز ده 380، الفرق بينهم الفرق الجهد بين الاطراف دي 380، وعايز انا 220 باخد من خلال الفرده النيوترال او التعادل اللي هي موجوده دي اللي هي بتظهر باللون الاسود دايما، حتى الالوان دي متفق فيها عالميا يعني. واللون دايما اللي بيظهر بالارث باللون الاخضر فاصفر ده بيبقى راكب دايما في جسم الاله الكهربائيه عشان يحمي المستخدم من اي صعق كهربي لو تسربت الى جسم الاله اللي شغاله. ده معلومات عن شكل الكابلات. وممكن الاقي شكل كابل تاني اللي هو بيظهر لي طرفين بثلاث اطراف بس اللي هو بقى بيشتغل في السنجل فيز. ده بيبقى فيه ثلاث اطراف، طرفين بيبقى فيهم اللي هو 220 والطرف الثالث اللي هو الارث برضو في الاجهزه اللي بتشتغل على 220 او اللي بتشتغل السنجل فيز. اما ده الكابل اللي قدامنا ده اللي هو بتاع الثلاثه فيز. شكرا. طيب الاستاذ حامد شرح لنا دلوقتي انواع الكابلات وازاي انا بتعامل مع الكابل وبقيسه ازاي، وشرح لنا ده الارث بيعمل ايه وده الكابل الفرده السوداء دي الارث اللي هي النيوترا اللي فرعه النيوترا، وفي فرع للارث والثلاث فرعات الثلاثه فاز الثلاث اوجه اللي هو بنسميهم 3 فيز او ثلاث اوجه. بين كل وجه ووجه بيبقى فيه 120 درجه زاويه وجه. فاحنا دلوقتي اتكلمنا عن انواع الكابلات وعرفنا فكره سريعه عن انواع الكابلات. طبعا انتوا عارفين ان احنا العزل بتاع الكابلات دوت مهم جدا. ليه؟ لازم يبقى بين الفرعات وبعضها عزل زي ما انت شايف كده. انا عازل بسلك مطاطي او سلك ماده بلاستيكيه او ماده مطاطيه. انا عايز اشوف او اعرف
قيمة العزل دي ايه؟ المفروض احنا متفقين زمان واحنا بنشرح التيار المستمر والمقاومات ان المعوقة او المقاومة بتبقى مثلا بالاوم او بالكتير بال 30 اوم 40 اوم 50 كيلو اوم. العزل بقى لازم يبقى كبير جدا بالميجا. هنتعرف على العزل بيتقاس بايه؟ سمعتوا عن جهاز الميجر اللي بيقيس العزل، هنتعرف عنه في الورشة دلوقتي ونشوف ازاي بقيس العزل بتاع الكابلات في دوائر المحركات الكبيرة لان بحتاج فيها العزل. فهنروح الورشة بعد اذنكم نتكلم. اعزائي الطلبة، طبعا احنا قدامنا دلوقتي موتور عجل، هو موتور جر بمحرك اي ام دي او لجرار اي ام دي. الجرار الاي ام دي يعتبر من الجرارات اللي هي بتعمل في قطاع السكة الحديد او هيئة السكة الحديدية، من الجرارات الحديثة نفس الجي اي والحاجات اللي هي جاية في الاونة الاخيرة. طبعا الجرار ده فيه ست موتورات جر، ده موتور جر من ضمن الموتورات اللي هي موجودة في الجر في الجرار. طبعا معانا دلوقتي المحرك بينقسم الى جزئين، جزء ثابت وجزء متحرك. الجزء الثابت فيه ملفات الاقطار، الجزء المتحرك فيه اللي هي الروتر البوبينه نفسها. طبعا الجزء الثابت اللي تعتبر خارج الكابلات بتاعته اللي هو الفيل، الفيل واطرافها الاف اف الاف والاف اف. طبعا بنختبر قوه العزل بتاع بين الكابلات اللي هي بتاعت الفيل والارميتشر مع الجسم. انت بس فهم وصلنا طرف على الفيل على الكابلات كابلات الفيل وعلى الجسم. لو فيه قصر او فيه ماس هيظهر هنا. انا مضبط الجهاز هنا على الميجا اوم. طبعا مفيش اي جزئيه بتتحرك، مفيش مدي مالا نهايه. لو انا جبت الطرف ده على ده دلوقتي وشغلت الجزء ده، نشغل دور ايه؟ دور يا باشا، دور شمس في خصر كده، في خصر كده. الخصر ده لو موجود هنا كان ظهر. طبعا مش مفيش خصر هيظهر دلوقتي. العزل عالي جدا، يبقى هنا العزل عالي جدا بالميجا اوم، بالميجا عشرات بالميجا اوم. طبعا الميجا اوم دي رقم عالي جدا. نفس الطرف الثاني بمسك في العزل وبكرر نفس العمليه مع الكابل الفيلد الثاني. مفيش ما لا نهايه، ميجا اوم ما لا نهايه. شوف الاف نشوف المجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه قلنا كابلات الفيلد خاصه بملفات الاقطاب، اما ملفات الارميتشر اللي هي خاصه بالروتر البوبينه نفسها. هنقيسها برضه مع الجسم اهي، طرف هنا معايا هنا اهو، طرف هنا وطرف على الجسم بتاع المحرك. لو الموتور نفسه فيه خسر يديني زيرو، هيدي زيرو، لكن كده بيدي ما لا نهايه. وادي الطرف الثاني اهو، نفس واضح كده ان من خلال الشاشه بتاعت الجهاز ان القراءه مفيش. طب هنقيس الطرفين مع بعض، المجموعه بقى مع بعض، المجموعه المفروض ده هيديني اقل اوم. ايوه اقل اوم، يعني زيرو اوم يعني. اديني زي طبعا بيظهر هنا من المية من الاوم، جزء من المية من الاوم. طبعا واضح كده ان هو يبان على الجهاز ان هو زيرو لان ده مقاومته قليله جدا. اذا في الحاله دي، اذا في الحاله دي يبقى القراءه بتاعت المجموعه الثانيه برضه نفس المجموعه الثانيه اهي. بمسك من العزل وبوصل على الجزء اللي فيه القياس اللي ما فيهوش عزل. لو اداني مال النهايه اداني مال النهايه، لو اداني مال النهايه بس هنرفع كده شويه عشان نشوفها مع شاشه الجهاز ثاني. هيديني اهي، ده بقيس بين الكابلين وبعض، بين الكابلين هو كده بين الكابلين. هيديني زيرو، هيديني زيرو. مجموعه الارميتشر اللي هي خاصه بالبوبينه. لو اداني مدى نهايه بقى ايوه مفتوح، اعمل لي كده كان مدى نهايه كده. لو هو مفتوح كده، لو في قطع كده مقفول كده، لو ده مقفول مع بعضه هيديني. شايف هنا الجهاز قرا على ايه كده؟ اوبن اوبن اوبن، لا ما يدي ما لا نهايه، ما لا نهايه. يجيب بقى الكابلات سليمه، يبقى مقاومه الهواء بالظبط. طبعا هنا اختبرنا محرك جر او موتور جر من احد الموتورات السته اللي موجودين في جرار اي ام دي اللي هم بتعمل بيها. بنحدد القوه بتاعت العزل نفسها، المجال اللي عندي انا بشوف في تيار كهربي عالي جدا بيمشي في الكابلات دي، فلازم تبقى قوه العزل عاليه جدا. فاللي بيحددها لي جهاز الميجا.
عشان كده في عزل في ما فيش عزل في الكابلات يبقى في فقد في الباور. فانا مش عايز اعمل فقد في الباور فلازم يبقى العزل عالي جدا عشان اضمن ان الباور كله اللي داخل انا بستفاد. وبالتالي بيديني بقى نهايه في كل القياسات بين مجموعه الاف والاف اف بين الجسم بيديني بقى نهايه وبين مجموعه الاي والاي اي بيديني بقى نهايه بين المجموعتين نفسهم الطرفين المجموعتين الاف والاف اف لو قستهم بالميجر بيبقى القيمه تكاد تكون عند الزيرو عشان دايرك لان القيمه الاموميه بتاعته قليله بنحددها بال اما هو لو اداني ما لا نهايه وانا بقيس كده يبقى في قطع في قبل في المجموعه دي مجموعه الفيلد لو قالت لي ما لا نهايه وانا بقيس الطرفين بتوعها او مجموعه الفيلد لو قالت لو اديتني ما لا نهايه يبقى قطع ده في فصل لو هنا المجموعه تقرب من الزيرو او تكاد تكون عند الزيرو لان قيمتها الاموميه قليله لان انا بقيس بمدى بالميجا اوم. لو المجموعه ايوه لو المجموعه دي كده ادتني هنا فصل ما لا نهايه يبقى هنا الفصل يبقى فيه قطع في الدايره في اوبن كده الدايره دي مفتوحه لكن طالما بتديني قيمه يبقى القيمة دي قيمة أمية ما فيهاش مشكلة قليلة جدا بتظهر انها ضعيفة. تمام احنا بنشكر الاستاذ رمسيس وبنشكر الاستاذ حامد وان شاء الله نطلع نعمل تجربة فوق في معمل مقاومة. شكرا.